يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول من أشرك في توحيد الألوهية إنما أشرك فيه لشركه في الربوبية، بمعنى أنه لم يصرف نوعا من العبادة إلى غير الله إلا لأنه أثبت له نوعا من الربوبية كالنفع والضر، فيكون توحيد الربوبية هو الذي ينبغي العناية به؟ هذا كلام من عنده أو من كلام أهل العلم ولا أهل البصيرة، هذا كلام مخترع من عنده أبدا، لا قيمة لهذا الكلام. فيمكن أن يقر بتوحيد الربوبية ويخالف بتوحيد الألوهية كله أو بعضه. نعم.